كيفية فرخ زغاليل بلدي في الحمام بحجم ووزن الحمام الرومي. خليكم معانا ومحدش يروح في أي حتة وكملوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعينا الكرام جوه مصر وبره مصر، تحياتي للجميع. ان شاء الله هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا. هنكمل سلسله تغذيه زغاليل الحمام، بس هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا اللي هو ازاي تفرخ حمام بلدي بحجم ووزن الحمام الرومي. يا ريت لو انت بتشوفنا لاول مره ماشي انزل اشترك في القناه واعمل سبسكرايب، ولو انت مشترك معانا ما تنسناش باللايك. بسم الله نبدا الموضوع بتاعنا باختصار يا جماعه. يعني في ناس كلموني قالوا لي احنا مش عارفين نطلع حمام بلدي او زغاليل بلدي بحجم كويس، فاحنا عاوزين حاجه باقل تكلفه ونطلع زغلول بحجم كويس. فانا ان شاء الله جايب لكم النهارده حل كويس ماشي، ومش مكلف خالص ماشي. فاحنا كل اللي هنعمله ان شاء الله هنجيب دكر رومي مع انتايه بلدي. دكر رومي، ركز معايا، تسمع الفيديو للاخر عشان الفيديو مهم جدا جدا جدا. الموضوع ان شاء الله زي ما قلنا هنجيب دكر رومي مع انتايه بلدي ماشي، وان شاء الله هنعرف ننتج الحمام، هنعرف ننتج الزغاليل بحجم كويس بحجم الرومي ان شاء الله. هننتج الزغاليل بحجم الرومي، وانا هوريلكم الانتاج بتاعي. انا عامل مهجن رومي على بلدي ومديني زغاليل ما شاء الله كويسه بسعر بوزن كويس، مديني زغاليل بوزن كويس في نفس حجم الرومي بالظبط، بدون ما تكلف نفسك وتروح تجيب جوز رومي ب 300 جنيه او ب 250 جنيه. كل اللي حضرتك هتعمله هتجيب دكر رومي وانتاي بلدي، او دكرين رومي وانتايتين بلدي من عندك، وتبتدي تاخد البيض بتاعهم وتحضنه تحت مثلا البلد اللي عندك. في خلال 5-6 شهور هتكون عملت لك حوالي 20 قص من الهجين اللي انا بتكلم عليه ماشي، وان شاء الله هتلاقي حجمه ممتاز جدا. وهوريكم حالا، خليكم معايا هوريكم حجم الزغاليل اللي هي الهجين الرومي على البلدي عشان تشوف الحجم بتاعها. خليكم معايا يا جماعه كده، وبصوا كده معايا، ادي زغلول لسه ما اتفطمش، ده ما شاء الله شايفين الطول بتاعه وحجمه ما شاء الله ووزنه. ده هجين ما بين رومي وبلدي. شايفين الانتاج عامل ازاي، وزنه بيطلع كويس جدا، وطبعا شكله بيتغير برضو لما بيشب، بيبقى اكبر من كده. هوريكم حاجه تانية اكبر شويه، خليكم معايا. بس يا جماعه ده اكبر الحجم شويه، ده هجين. خلينا نمسك كده الفرد عشان برضه ايه تشوفوه. انا عارف ان المسكه دي مش كويسه، بس ايه عشان برضه نشوف الحيوان كويس. وده زغلول هجين ما بين الرومي والبلدي. شايفين الحجم والطول باقل تكلفه، من غير ما هنشتري رومي بجزء ب 300 و 400 جنيه. هوريك تاني رومي. شايفين يا جماعه الزغلول لسه ما اتفطمش، برضه هضطر امسكه كده عشان اوريلكوا طوله ماشي، والزغلول عامل ازاي. على فكره حجمه كويس ووزنه بيوصل 600 جرام او 600 وي كمان، يعني ما شاء الله باقل تكلفه. كل اللي حضرتك هتعمله هتجيب دكر رومي وتشغله مع انتايه بلدي، بس تنقي انتايه بلدي كويسه شويه، ايه يعني ما تجيبش انتايه مثلا نتايه بري او نتايه برج من اللي الصغيره دي، لا تجيب نتايه بلدي من البلد الابيض اللي هو الايه اللي هو الفلاحي ده
اللي هو اللي عند الناس كلها واللي موجود عندنا كلنا. وهتجوز الرومي للبلدي وتتفرج على الايه؟ على الانتاج. هتعرف تاكل كويس من غير ما تكلف نفسك، ومن غير ما تروح تجيب الجوز ب 300 و400 جنيه. ماشي، وده كان موضوعنا النهارده باختصار. هوريلكم برضو هوريلكم كمان جوز برضو رومي على بلدي، بس عمره اكبر شويه. الشباب لحظه واحده خليكم معايا. بصوا يا جماعه شايفين الحجم ان شاء الله. بصوا على فكره الاحجام دي كلها، حتى ممكن تكون الكاميرا، هي اكيد الكاميرا غير حقيقيه يعني، او الصور بتاعتها ما بتكونش حقيقيه، بس الحقيقه فعلا الحمام حجمه كبير جدا، والتهجينه دي ناجحه معايا وماشيه كويس، والزغاليل زي ما انتم شايفين يعني حجمه كويس ما شاء الله. هنرجع ونقول تاني اهجن السلاله دي ازاي، او اعمل الهجين ده ازاي. الذكر يكون رومي، يعني حاول تثبت الذكر، تخلي الذكر هو التقيل، رومي او اي حجم تقيل. الذكر لازم هو اللي يكون تقيل، وبعدين تدخل عليه البلدي، تدخل عليه النتايه تكون بلدي. لازم الاساس يكون الذكر، عشان الجينات بتطلع غالبة للذكر. جينات الحمام بتطلع غالبة للذكر مش للنتاية. ماشي، فحضرتك هتهجن، او حضرتك هتهجني في البيت، هتطلعي الحجم ده باقل تكلفة. ممكن تجيبي ذكر او ذكرين، ممكن تفرخوا منهم في السنة او في 5-6 اشهر حوالي 20 قص، من غير ما نكلف نفسنا ولا نشتري حمام غالي ولا اي حاجه، باقل التكلفه. ودي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده، وده كان موضوعنا النهارده اللي انا بقدمه لكم، واتمنى يكون الموضوع عجبكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في الدعم واللايك، وشجعونا عشان نستمر. ولو بتشوفنا لاول مره انزل اشترك معانا عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. وشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.